بعدما تناهى إلى أسماعها فتح عدة ورشات خاصة بشهادة الباكالوريا، سجلت الطالبة أنفال نفسها للالتحاق بالمكتبة الرئيسية للمطالعة بتيرت من أجل التحضير النفسي والمعرفي. سمعنا بالمبادرة اللي راهم دايرينها، جايبين ورشات من الناحية النفسية، ورشات من الناحية المعرفية، دورات مراجعة. أول مرة يديروا حاجة كيما هكا، حاجة عجبتنا بزاف وعاونتنا وكيفاش نتعاملوا مع البكالوريا وكاع. أيوا نشكروهم على هذه المبادرة اللي داروها لنا، الأساتذة محمد ديب وجميع زملائي ثالثة تقني رياضي ورياضيات. كنت جاي هنا بنيت بنقرا أنا وصحابي، كي جيت دخلت هنايا ما نكذبش عليك كنت خايف شوية من الباب، كنت مستريسي، بصح كي جيت هنايا صاي نقصتي بزاف الصوع، دوك صاي دوك راني واجد لهنيش. هذه الورشات تجسد لأول مرة وتهتم بكل ما يهم الطالب من أجل التحضير الجيد للباكالوريا. هي ورشة فريدة من نوعها في تطبيقها في المكتبة الرئيسية، كنا نديروا التحضير عن طريق التنمية البشرية، ولكن هذه أراها مناسبة لتفعيل ورشات يكون الطالب بمناقشة مع الأستاذ وحتى يبحث عن عدم الفهم في أي مادة. هذه الفكرة الأولى من نوعها في الجزائر، بدل القيام بمحاضرات كانت على شكل ورشات. الورشة الأولى كانت خاصة بعلم النفس لتسيير قلق الامتحان، والورشة الثانية كانت عبارة عن استراتيجية التحضير الخاصة بالجانب المعرفي. الكثير من الطلاب أصبح يجد ضالته في مثل هذه الورشات التي تختلف عن الطرق الكلاسيكية لمساعدتهم أكثر في امتحان يعتبر بمثابة التأشيرة للمرور إلى الجامعة.